عارف يا صاحبي اني جامد ما بحتاجش واحد يطبل لي لك حصري على موقع مهرجان دوت كوم مسامل في راسي ثابت مكانك لا شوطك تتخن في صوتك هقل بكرامة سعادتك انت ابني مين يا حمادة مبطل غتاتة وبطل تساوي الفعامة اسأل عليا يقولولك ده جد لجدودك وجامد في بلدي وبلدك قطر تلجي وجودك فوفر ودودك وخاف يا زميلي على نفسك هو سجل اللي مرسيكو انا اللي كاسر عينيكو مني بتقيدو بتغلو وتشيتو عشان انا قلقانيكم سابق عنكو بمراحل واخد الصورة وصاهر ترند مين يا محدثين دي شغلة فاضية يا راجل كل بنغطي عالكل بنعمل لكله توتر وقلق وخوف بنخش في اللعبة نخش بنحضر بنخطف قلوب ملايين ونوف فينا حضور وكاريزما مش عندي غيرنا فتلاقي كله حبيب احنا لو غيرنا بكيفنا بنرجع بشونا ونكون مكاننا عالقمة جامد وجمد من الجامد اسد عريني وثابت بطل في صحتي واخد مساحتي ما همش يوم من واحد هاخد محدش شاله طلع بطوله بحاله خير انا سابق يا حبيت ثوابي ما خدتش غير تنفيذ بداله طول ما انت شاغل لبالك حطيتني في دماغك هتفضل مولع متخاص اضغط وزود كلامك وزود في غلك ونرجو هواك بوتاجاز اغلك في داري تقفلي في وشي تسلم عشان عليك بعلم صبي يكمل قصاد المعلم هتتعب صدقني وتنمي شايف وفاهم وعارف ان انت هفق وخايف بلاش انداش عم الخفاش عشان انت اصلا كارف اركن وبطل شقاوة لا تشوف ردود الغباوة سايبك بكفي لكن هترازيني يا مرحب بيك في عداوة الدقيقة دي صعبة الحقيقة وحاجة خانقة وفيها ضاعت ايام يا رب فك الدقيقة ع الناس البريئة اخويا سيد الكرام اسد وسود الجيهة البابا اللي فيها قلبة زيادة كرامي لا يمود الدلوع وفي الموسوعة ليا القمر الليالي عارف يا صاحبي اني جامد ما بحتاجش واحد يطبل لي لاجل السيت ثابت ما بين ناس خابت الهبة مني هابت مسامل في راسي عفاريت بطل مواجهة بفوز في المواجهة ولو حد كتر قصادي هياخد له علقة خسارة في طلعة يعمل لي فدة اديله في مكانها هي اللي عامل مقاتل اكسل راجل لراجل والارض بينا وكله شايفنا في وشك اساوي الهوايل هات المنافسة تعالى بطل تخاف وتدارى اهلا يا مرحب تقبل تقرب تاخد في راسك فاجر وفائد وجامد وشائط حريمك معلم عليك في جماعتك راتم عليك وحاطط وعارفك عايز بتغلقك مني ردمت هاجرك تلقح في حاله وتيجي قصادي ما بنشوفش كان فالي فعلا اجري استحمى وتعالى وبطل رزاله هرفنا من ريحتك قبل ما تيجي سالت ولا امسح بيك الاسفلت احذر يا هلسه هتعمل لي حظي في ثانيه قد ما هات اللي عندك وريني عايز حريك اتراسيني ده انا بنفس وانت لا بتكرر ده الفريق بيني وبينك رسالة مبعوتة متاكل من سيد اكرامي بيقول للاخصام انا راجع والشبح سياد اكرامي بيقول لكم هانت واخويا هيرجع الشارع رسالة لاخونا اللي اسد جاب الخلاصة البطل شريط النسيم وعم عزيز النوبي ده اخويا وحبيبة يدوس اللي راسيم حصريا على موقع مهرجانات.com